الشراب والفازلين. هتجيبي بقى الشراب وهتلبسيه بالشكل اللي انت شايفاه ده في ايدك، وهتاخدي بقى حته كده من الفازلين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهتجيبي بقى اي جزمه كده طبعا بتاعت شغل جوزك بقى او اي مثلا جزمه عندك، وهتبداي بقى كده تلمعيها. شايفين بقى بتلمع معايا بمنتهى السهوله ازاي؟ ده طبعا بديل للورنيش، يعني لو ما فيش ورنيش ده البديل بتاعه. وطبعا بقى الفازلين هنا بيدي لمعه حلوه جدا كده وبيحافظ على الجلد. في ما شاء الله الجزمه لمعت معايا وبقت زي الفل كانها كده جديده ولسه مش تريها. شايفين بقى الجمال؟ بجد فكره الفازلين هنا جميله جدا وبيطري كده الجلد معاكي وبيديله لمعه حلوه جدا. شايفين بقى كانت ايه وبقت ايه؟ يعني بصراحه الفازلين حلو جدا، جربيها بقى وهتدعي لي عليها. الفكره دي بقى حلوه جدا، هاتي التليفون والاستك وهنعمل فكره حلوه جدا مع بعض. هجيب بقى الاستك وهلف كده مرتين على التليفون بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وهتبتدي بقى تسندي التليفون في اي منطقه انت عايزاها هيتسند معاكي بمنتهى السهوله. انت كده عملتي مسند للتليفون من استك. بجد الفكره دي جميله جدا، جربيها بقى وهتدعي لي عليها. واتمنى لو اول مره تشوفي قناتي تنوريني وتدوسي اللايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد باذن الله. شايفين بقى الشبكه بتاعه الفرن عامله ازاي معايا؟ مصديه خالص ومسوده كده ومتوسخه جدا. هنخليها بقى زي الفل معانا بطريقه سهله وبسيطه جدا، وبدون بقى ولا صابون ولا سلك ولا اي حاجه، وبدون دعكه خالص. الصنفره هنرجعها جديده وزي الفل. الصنفره دي بتتباع عند الموان، يعني بيديكي حته كويسه كده ب 3 جنيه يعيش معاكي كتير يعني، وتعملي بيها كذا حاجه عندك. هبدا بقى كده اقص منها يعني حته كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وابدا بقى امسكها اضغط عليها كده لجوه وهمسكها بقى بالشكل دوت، وهنبدا بقى ندعك كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هتلاقيها بقى بتلمع معاكي بمنتهى السهوله وبدون بقى ولا دعك ولا سلك ولا اي حاجه ولا صابون ولا اي حاجه من الكلام ده خالص. بجد فكره الصنفره ديت هترجعها لك جديده واكنك لسه مشتريها. شايفين بقى بدات تلمع معايا خالص ازاي؟ هعمل بس معاكم كده يعني جزء منها وانا هكمل، بس عايزه اوريكم بجد النتيجه جميله جدا. يعني هتبقى الشبكه بتاعه الفرن معاكي اكنك لسه كده مشتريه بقى الفرن وجديد معاكي. شايفين بقى ما شاء الله يعني الحته اللي انا عملت فيها، شايفين بقى بقت بتلمع خالص معايا ازاي؟ هكمل بقى انا بقيه الكميه معايا بالشكل ده وهوريكم بقى الشبكه في الاخر. شايفين بقى ما شاء الله الشبكه رجعت معايا جديده خالص ازاي؟ بتلمع اهي اكنك لسه مشترياها وجايباها. بايه؟ بالصنفره، يعني بقى ما حطيناش ولا صابون ولا ربسو ولا بقى سلك ولا قعدنا ندعك ولا الكلام ده خالص، لا بالصنفره رجعتها لك جديده بالشكل اللي انت شايفاه دوت. شايفين بقى السواد اللي كان فيها؟ بجد طريقه سهله وبسيطه جدا، ان شاء الله بقى تجربيها وتعجبك جدا. واتمنى لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو تنوريني وتدوسي لايك واشتراك عشان يوصل لك كل جديد باذن الله. يلا بينا بقى نشوف الفكره اللي بعد كده. البصل المقرمش الرهيب طبعا للكشري وللعدس وللبصاره، جميل جدا. يلا بينا بقى نشوف الطريقه الجميله ديت مع بعض. هنا بقى هنا بصله كبيره او بصلتين يعني زي ما تحبي، وهتقطعيه بقى شرايح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وانا هنا مستخدمه البصل الابيض مش الاحمر عشان يديكي بس نتيجه كويسه، وهنزل بقى عليه بمعلقه صغيره من النشا. النشا دي بقى هنا هتخليه مقرمش معايا ولونه ذهبي وحلو جدا. هضيفها كده على البصل وهقلب بقى كويس جدا كده عشان البصل يشرب من النشا. بجد معلقه النشا دي جميله جدا، هتخليه مقرمش معاكي وطعمه رهيب. هجيب بقى الزيت وطبعا يكون سخن معايا، وهنزل بقى كده بالبصل لازما كده يبقى سخن بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. اول بقى ما يدينا اللون الذهبي الحلو ده هنشيله بقى على طول. تمام كده، شايفين بقى اللون الذهبي الجميل؟ تحفه بجد. هبدا بقى كده صفيه معايا كويس جدا، احطه كده على مناديل بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. شايفين بقى البصل وجماله؟ طبعا جميل جدا للعدس بقى وللبصاره وللكشري، مقرمش ولون ذهبي جميل وتحفه. سامعين؟ جربي بقى الطريقه ديت وهتعجبك جدا. واتمنى بقى لو اول مره تشوفي قناتي تنوريني وتدوسي اللايك واشتراك عشان يوصل لك كل جديد باذن الله. هلبس بقى في ايدي الشراب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهجيب بقى الفازلين وهاخد كده نقطه بس من الفازلين. ابدأي بقى مشي على طبعا الخشب عندك بقى بتاع البيبان بتاع القوط، ابدأي مشي كده هتلاقي بقى الخشب معاكي بيلمع بمنتهى السهولة. بجد فكرة الفازلين هنا هيرجع لك الحاجة بقى بتلمع معاكي وكأنها جديدة وزي الفل. شايفين بقى الدولاب بيلمع معايا خالص ازاي؟ بجد فكرة جميلة جدا. على بيبان طبعا الشقة برضو معاكي، يعني البيبان القوط بقى كده اعمليها. شايفين بقى بيرجع طبعا الخشب بيلمع معايا بمنتهى السهولة، يعني أكنك كده حطاله ورنيش. بصراحة فكرة جميلة جدا، جربيها بقى وهتدعيلي عليها.
دي بقى جميله جدا. لو جايبه كيس مكرونه وطبعا فتحتيه وعايزه بقى تقفليه بمنتهى السهوله معاكي، هتجيبي بقى الكبريت، هتبداي بقى تمشي على حرف الكيس بالشكل اللي انت شايفاه دوت، وهتضغطي بقى كويس جدا، وبالشكل ده بقى قفلتيه معاكي، واستحاله كده واحده تقع. شايفين بقى الجمال؟ بجد فكره جميله جدا، وخاصه بقى للسكر او للشاي او للرز، يعني اي حاجه عندك فتحتيها وعايزه تقفليها وتحكميها كويس جدا، هتقفليها بقى من هنا بالولاعة او الكبريت زي ما انت ما شفتي. بجد الطريقه دي جميله جدا، وهتحافظ لك بقى على الكيس واكنك ما فتحتهوش معاكي. جربي بقى الطريقه ديت وهتعجبك جدا، واتمنى بقى لو اول مره تشوفي قناتي تنوريني وتدوسي اللايك واشتراك عشان نوصلك كل جديد باذن الله. نيجي بقى هنا لفكرة السلك في المقشة. الفكرة دي جميلة جدا وبتريحنا بصراحة في المطبخ، بقى بيبقى كله دهون ووجع قلب. لا احنا بقى هنعمل فكرة حلوة جدا، هنجيب بقى السلك الخشن ده وهتبدأي بقى تحطيه بالشكل اللي انت شايفاه ده. انا هنا حاطة اتنين بس طبعا فرداهم، هتحطي كمان هنا استك، يعني هتثبتي بقى السلك كويس جدا في المقشة عشان خاطر ما تقعش معاكي. وهتبدأي بقى يا ست الكل تدعكي بقى كده في الأماكن اللي فيها دهون عندك، هتلاقيها بقى بتلمع معاكي بمنتهى السهولة. حاجة مثلا زي كده ورا التلاجة إيدك مش طايلاها، بصراحة المقشة والسلكة بتبقى حلوة جدا وهتنضفلك بمنتهى السهولة معاكي. أهم حاجة طبعا ما ننساش بقى ورا البتوجاز، لأن طبعا بيبقى كله دهون، مطرح بقى الزيوت بقى، وطبعا طول اليوم بنعمل أكل بتاع بتبقى طبعا كلها دهون زي ما أنتم ما شايفين كده. هنمشي برضو على الحروف كده اللي فيها بقى زيوت بقى وحاجات زي كده. هتلاحظي بقى السلكه معاكي بتنضف لك بمنتهى السهوله معاكي، وبدون بقى ولا ميه حطينا ولا صابون ولا اي حاجه، لا بالسلكه الخشنه كده على الناشف هتنضف لك المطبخ بتاعك وهتخلولك زي الفل. جربي بقى الطريقه ديت وهتعجبك جدا وهتدعي لي عليها. واتمنى بقى لو اول مره تشوفي قناتي او لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو تنوريني وتدوسي اللايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد باذن الله. نيجي بقى هنا للحوض. طبعا الميزه دي بقى حلوه جدا، لو الحوض اتملى معاكي على الاخر هي طبعا بتنزل الميه من هنا، يعني هي بتبقى ليها طبعا صرف على المواسير، فدي بتبقى ميزتها حلوه جدا. لو بقى ناسيه الحنفيه بتاعتك مفتوحه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت واتملى على الاخر بتنزل بقى الميه من هنا، او لو الحوض معاكي مسدود واتملى على الاخر بتنزل الميه من هنا، يعني استحاله كده الميه تطلع بره، فدي الميزه بتاعتها حلوه جدا بصراحه. طبعا بقى ساعات تلاقي الريحه مش حلوه خالص من هنا كده، طبعا مطرح كده تراكم الميه فبتعمل ريحه مش لطيفه خالص وبتبقى ريحه كريهه كده. هنجيب بقى الفرشه، فرشه الاسنان، وطبعا تكون قديمه بقى عندك، وتخصصيها بقى للحاجات اللي زي كده، وتحطيها كده هتغطسيها في الربسو زي ما انت ما شايفه كده، وهتبداي كده بقى تدخليها هتخش معاكي بمنتهى السهوله. شايفين بقى؟ وتنضفيها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بجد يعني سهله جدا وبتنفعنا كتير بصراحه، وبتبقى ميزتها حلوه جدا. يعني كده ننضفها عشان خاطر بقى يبقى ريحه الحوض معانا نضيفه دايما. وبالشكل ده بقى نضفته معايا وخليته زي الفل. شايفين بقى الفتحه بقت بتلمع معايا جدا وبتطلع ريحه جميله جدا. طبعا الفرشه بتساعدنا ان احنا ندخلها وننضفها كده بمنتهى السهوله معايا. طبعا لازم تعملي كده النضافه دي عشان تبقى ريحه الحوض معاك نضيفه طول الوقت. اتمنى بقى اكون فدتكم النهارده في الفيديو، واتمنى لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو تنوريني وتدوسي لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا بقى نشوف الفكره اللي بعد كده ايه.